مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم. كنتواجدوا اليوم عند الاخت بديعة. الاخت بديعة اللي كتعاني من بزاف ديال الامراض واللي اتصلت بينا وبغات تعاود لينا المعاناة ديالها وتحكي لنا المأساة ديالها مع هاد الامراض. الاخت بديعة، احكي لنا شنو عندك. عندي نضخ مزمن، عندي نضخ، ما كنلقاش الامكانيات باش كنداوم. كيطلبوا لي التحليلات بزاف، التحليلات غاليين عليا وطالبين لي تحليلات برا، ما صدتش باش نديرهم. ودير حديد في رجليا ودار لي ميكروب، كيقولوا لي عندك مرض خايب، وانا باقا ما تاكدتش بهاد التحليلات. قالوا لي ولي خاصك تمشي تعالجي في السويس في الرغام، وانا باقا ما تاكدتش بهاد التحليلات يمشوا لي برا، وما عنديش، ما صدتش باش نديرهم. كيصيفطوني لمراكش، كيصيفطوني لمراكش، الناس ما كنلقاش نمشي معايا حيت ما عندي حتى حد. انت عايشه بوحدك؟ عندي بنية وحده مجوجه بعيده عليا، هي اللي عندي. وكنلقى الناس كيعرفوا عليا كل باش كيعاونني، بالقسم الله باش كندير هاد التحليلات، واش كنمشي للسبيطار، واش كنمشي نداوي، وما لقيتش جد جد لسي ربي، وما عندي حتى شي واحد. طالبين ليا بزاف، محيتي العينية، محيتي رجلية، المرض اللي في رجلية، محيتي بزاف الحوايج. عينية صافي تصرفت فيهم، قال لي ما عندكش العلاج، عاونوني الناس، ولكن ما كنديش العلاج. هادشي اللي كاين اختي، والمرض راه عذبني، راه مكاومية بفاني، مكاومية بدوحتي. كيبغيو يسيطروا مرات ما كنلقاش باش كنمشي، وخمسين مرة باش ما غيديروا لي حتى شي حاجة، كيخلوك تماكن وصافي. كنسقوا كيعالجوا لي الدواء في السبيطار، كيديروا لي الدواء في السبيطار ديال الميكروب وداكشي، كيدوزوا لي في السبيطار، كيقول لي ضروري خاصك تمشي. وعندي عملية ديال القلب خاصني نديرها، قالوا لي ارجو ديريها، ما درتهاش. علاش ما درتيش العملية؟ ما لقيتش امكانيات اختي، ما لقيتش امكانيات وما عنديش. وعيت وانا كنعاني من هذا المرض 14 عام، وانا كنعاني من هذا المرض، ما عندي حتى حد اختي، ما عندي حتى حد، عندي الله سبحانه. وكنترجم المحسنين يعاونوني باش ما سخام الله ويهزوني من الدواء ومن التحاليل ولا العمليه اللي طالبين ليا، والحديد اللي فرش ليا راه بزاف عليا. الله يجازيكم بخير. اذا كنتمناو هذا الميساج يوصل للقلوب الرحيمه والمحسنين. واللي بغى يتعاون مع الاخت بديعة، الرقم ديالها هو 06 59 73 31 76. عاود لنا الرقم ديال الاخت بديعة. 06 59 73 31 76. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على تتبعكم.